دكتور محمد، كيف تابعتم هذه القنبلة التي فجرتها تلغراف البريطانية؟ يعني معقول ألمانيا وفرنسا تزودان روسيا بالأسلحة؟ هناك قنبلة أخرى لن تسمعون بها. هذه الفضيحة الأولى والتي تأتي ضمن العمق الأوروبي الأوروبي. قلت سابقا بأن بريطانيا لن تسكت كثيرا على التقهقر الضعف داخل أوروبا والذي أصبح يقاد بضعف من ضمن ألمانيا وبريطانيا، من ألمانيا وفرنسا، وكذلك أن الأمريكان لم يسمحوا بهؤلاء طبعا الضعاف أن يقوموا مكانهم. القنبلة الثالثة لن تسمعوا بها وتسمعوا بها مني إن شاء الله الآن، أنه بعد أن رفض الرئيس الأوكراني استقبال الشرق ألمانيا في لا كيف. طول بالك، أنت الآن ستكشف مسألة حصرية لنا غير معلومة. نعم فقط معلومة. طيب تفضل، ما هي إذن خبر حصري الأوكرانية. خبر حصري الآن مشاهدينا من الدكتور محمد فرج الله، رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية، الآن على الهواء، تفضل دكتور. نعم، طبعا منذ زمن طويل لم يقم البرلمان الألماني بحجم الثقة عن أي مستشار ألماني، ولكن الآن يحدث ذلك بعدما كشفت مجموعة من الصحفيين الألمان بأن المستشار الألماني يتستر ويتلاعب بين وزارة الدفاع الألمانية والسفارة الأوكرانية. وما أقصده بالتالي، كشف الصحفيون بأنه بعد أن أحج المستشار الألماني بعدم دعمه لأوكرانيا، قدم لأوكرانيا قائمة من ما قدمته له وزارة الدفاع الألمانية من أسلحة التي تريدها أوكرانيا. بعدما راجعها السفير الأوكراني في برلين، فوجئ بأن الأسلحة المقترحة أسلحة ضعيفة وخفيفة، فتوجه السفير الأوكراني عبر جهات معنية إلى وزارة الدفاع الألمانية، وكشف بأن القائمة التي قدمتها وزارة الدفاع الألمانية لمستشارهم ليست هي التي قدمها المستشار للسفارة الأوكرانية، أي أنه شطب كل الأسلحة المهمة وكل الأسلحة الثقيلة التي تريدها أوكرانيا، شطبها من القائمة وقدمها لأوكرانيا. واليوم هنالك مسؤولون ألمان وأحزاب ألمانية سيقدمون مشروع قانون لحجب الثقة عن المستشار الألماني. معقول؟ نعم معقول، وأنه يخفي عن الطرف الأوكراني والعالم ما تقدمه، أنه يكذب ما بين ما تقوله وزارة دفاعه المستعدة لتقديم الأسلحة لأوكرانيا، وهو يقول أنه لا أسلحة لدينا، القوائم موجودة والتقرير الصحفي نشر بالصحف الألمانية، وهنالك اليوم تحدي خطير لدى الداخل الألماني، وهذا اليوم يجب عليه أن يبرر للقضاء الألماني لماذا قام بالتلاعب، لماذا يحجب عن أوكرانيا تقديم السلاح الذي أقرته وزارة الدفاع الألمانية. ما يخص القنبلة التي أشرت عنها قبل قليل، أنا أتفق جزئيا مع الضيف الكريم بأن هذه القضايا أو هذه الصفقات قد تكون مسبقة مرتبة، ولكن معروف بالعرف الأوروبي، في حال لو حصل أمر طارئ وأصبح معلوم لدى الطرف البائع للسلاح أن هذا السلاح سيوجه لجهة ذات سيادة، عليه أن يوقف فورا. لذلك اليوم كرة النار ألقيت في السياسة الفرنسية والألمانية، وهما الآن عليهما أن يبرران. لذلك سارعا بعد أن قررت بريطانيا منح أوكرانيا المدافع الهاوزر، ونحن يجب أن أشير أن المعركة القادمة في الدنباس هي معركة المدافع، من لديه مدافع أكثر وأطول، فسارعت فرنسا كي تقلل أو تغطي على بعض من خطاياها لتقدم إلى أوكرانيا مدافع الهايسر إلى جانب الهاوزر البريطاني. أي أن الموقف الأوروبي الذي كان يتقهقر في البداية ويحاول التنصل من تقديم السلاح، اليوم يتسارع على من سيقدم لأوكرانيا السلاح المزيد الأكثر بعد أن أقر. يعني دكتور، كأنه نحن أمام فضيحة ألمانية متكاملة الأركان إذا ما يجري في أوكرانيا، هذا ما أفهمه منك؟ نعم بالضبط، وعلى مستوى عالي جدا، واليوم القضاء الألماني سوف يتابع هذا الأمر. كذلك تورط بأنه كان يتحجج المستشار الألماني بأن شولتز بأن الناتو هو الذي لم يقرر السلاح، لديه أزمة الآن داخلية مع الناتو، وهذا تلاه التصريح الذي قد تكون أكيد سمعتم به، أي أن بوريس جونسون هذا أعطاه الشجاعة الأكبر لكي ينهي البلطجة النووية لبوتين. بوتين كل فترة ولا أخرى يخرج ويهدد بالناوي. قبل يومين وعلى عشية عيد الفصح خرج رئيس الوزراء البريطاني جونسون وقال يبدو أن بوتين نسي بأنه الناوي ليس لديه، الناوي لدى بريطانيا أصلا أيضا، وإذا هدد أوكرانيا بالناوي
ستقوم بريطانيا باستخدام السلاح النووي. طيب هذه مسألة أخرى دكتور محمد.